يا اخوان هذا المتابع كاتب لي اتحداك تفوز بتشكيل فيها 4 تعويذات، واذا شايف التحدي سهل خليهم 5. وك شو 5 زمالك؟ المهم هاي التشكيله، وللي ما بيعرف المقبره تعويذه شو تتخوف علينا. تعال شو مكتوب هون؟ ولا تعويذه مالكو. كمان حطيت زاب مطور اعصار اسهم، هيك جبنا الاربع تعويذات، وحطيت ويتش كرت جوي وارضي، وبنفس الوقت بفيدنا بالدفاع. هون ارشر للكروت الجويه، جولدن نايت عملاق للهجوم، وفي معنى عصار جولدن نايت دير بالك اخوان. يلا بدنا نجرب. ولك هات لي اول واحد. طيب خليني انزل له باتس. شو باتس؟ زاب ولا باتس قال. طيب فالكيري مطوره عنده، خلينا ننزل له جولدن نايت من ورا. اخوان زملكاتكم على الفيديو اذا مالكو. ايه وكلعب. ايوه اكلنا هوا. طب بدنا ننزل له ارشر بالنص نتخلص من فالكيري بسرعه. دفع خاصيه الجولدن نايت على الوزر. بسرعة بسرعة بك. يلا بكرو جولدن نايت واكل ضرب الخرندعية. حلو شو اللي حلو اكلنا هوا. طيب بدي اسحب الميجا نايت هون ونستنى ذاك يمسك، وبتنزل ويتش عليه. لو نزلت الوش تحت الميجا نايت راح يمسكها، بس عادي عادي عند الموضوع. ولك عند الموضوع يا اخوان. حلو بدي افعل له برج الملك هسه بالساحر هذا. بس والله ممتاز عرفنا كل كروته تقريبا. طب تعال نسحب الحلو هذا. يلا تعال تعال شوي نجهز العصار يا اخوان. 1 2 8. تعال يا زلمه وكش. طيب اذا اول شيء نزل لنا فالكيري، اذا هسه معه بالسايكل فالكيري وويزرد، ورجع للميجا نايت كانه مش كانه غصبت عن راسي رجع له، صار نزل مليون بطاقه. ما هو طيب نغير اللعب، ننزل له ارشر من ورا. الميجا نايت لازم اخلي له الجولدن نايت. حلو بدي اهجم يا اخوان. لعد اذا صار الوزرد هيك راح نتخلص منه هسه. المقبره راح يشيلوه بسرعه. راح نملا المقبره يا اخوان. حط الميجا نايت. اذا والله اسطوره الوزرد راح يطير هسه، والعملاق راح ياخذ 60 ضربه على البرج. ضربه الثامنه عند الشباب، التاسعه، المية. شوف الارشر. الارشر يا اخوان وكراح البرج. شيل شيل اذا والله كفو الارشر. طيب تنزل هون جولدن نايت. ارمي اسهم ولد، انا اقول لك يلا هات خلينا نرميها مع انه ما فيش منهم داعي صراحه. يلا شو هذا؟ بسرعه وش من هون بسرعه بسرعه. ارشر ارشر مطورين ارشر مطورين من هون يا اخوان. طيب حلو والله دافعنا بطريقه خرندعيه مع اسهم هذا. بس والله لعبناها صح يا زلمه، الهجمه اللي عملتها كانت اسطوريه. طيب بدي اهجم له على الجهه الثانيه انا بسرعه مقبره. والله كفو يا زلمه صار بالميجا نايت. اقول لك بدي ارمي الاسهم هيك بلكي رجعت الكراكر. لا دمجنا البرج هناك عشان نرمي عليها دبل ستيل. مش عارف بينزل لي هسه على الجسر شو اسمه جولدن نايت من هون. اذا والله الجولدن نايت اسطورتي يا اخوان، عامل شغل اليوم بخوف. حلو نرجع بالعصار وزاب على البرج. لك والله لعبت فيك لعب يا منور. اسهم من هون سلمني. اسمع اول جيم كيرنار اللي بعده ثاني اسطوره يا اخوان. خلونا نشوف كيف بدنا نفوز عليها. اكلنا وبسرعة اسهم راح ياخذ ضربتين. هسه في واحد بكتب لي لو انك حاطط الدوقه كان باخذ ضربه واحده. اذا بديش استخدمها يا اخوان. والله في اكثر من واحد كاتبين لا لازم تطورها وتلعب فيها. اذا برج بشلن هذا، ومبارح ضعف كانه او اليوم مش عارف، بس نزلوا التضعيفات. طيب معه هذا جرايدر وبات وسكيليتون ونايت مطور. يا حبيبي كويس انه معي كثير سبلات انا. طيب ماشي ماشي والله العمل لصيد لك اياها المره الجاي، لان ممكن يكرر هاي الحركه هذا. والله نجرب نشوف ايش معه، بما انه صرف اللوج فمضطر يصرف اذا معه. حلو ان شاء الله بس ما يكون معه ميجا نايت الجيم راح يكون سهل. الميجا نايت كثير بضرني والله. حلو طيب سيكل اللوج هسه. في هوك جاي نزل هوك. لا اسطوره. طيب ممكن هسه فيه هوك رايدر مع باتس، فبنرمي الزاب وبنستخدم الاعصار مره ثانيه. نزل باتس. ايوه زاب من هون. تعال تعال شباب تعال يا زلمه. هوك رايدر بدك تفوز علي يعني معيش باولر بس برضه راح افوز عليه. مالك والله يا اخوان اشتقت للباولر. وين مكان معك الباولر بتفوز؟ بتحطه بس على الهوكرايدر بشيلك ابوه. شوف البريدكشن هذا يا اخوان لعيون الشباب هذا. 1 2 3 امسك
لك ابلع يا منو. هاي حركات جدتي، هي خاصية بس، سلم لي تخوت. طب اسمع، ناخذ البرج، شوف هاي الحركة بسرعة عملاق، وبدي ارشر مطورين النص نصيد التسلا بسرعة بسرعة يخمون. وكل بسرعة، وكل ثلاث، وكل شوف ارشر مطورين خسر. بالله عليك معلوك بالسايكل صح؟ شوف هذا البريدكشن، سكيلتون او بات، واحد اثنين ثلاث ما زبط، واحد اثنين ثلاث، والله كفو والله صدناهم. هاي في ارشر ظل عايش، شايف الارشر هذا قديش فادني، شوف شوف شال النايت كله. اسم والله اني وك صح معه لايتنينج، اسم والله اني منوب. ليش رجعتها برا يعني؟ طيب بسرعة نرمي هون عصخار، نحافظ على جولدن نايت شوي، ونجهز ارشر هون، واذا بدي ننزل هوك معنا سهم مطور يخوان. والله التشكيلة مش سيئة صراحة يعني، بس الميجا نايت كثير سيئة ظني، راح ياخذ ضربتين هذا انسى. شوف الزاب المطور يا اخوان، حلو ضرب خلاص والله كفو. اسمع التشكيلة اذا بتلعب فيها صح بتفوز يعني، بالله عليك شو جبت شيء جديد انت؟ اسفين يا اخوان. اللي بعد ولك، ثالث واحد ولك. اسمع سالكة معانا فوز اليوم، خليني انزل له ارشر من ورا بما انه تفضل يعني تفضل. لا تقول ليش التشكيل فيها في شرمان وفويد وخلينا اصحاب. والله سيئة هذيك ومع ويزارد مصيبة. طيب نلعب شو هذا، بس نرجعهم بالعصار هيك نتخلص منهم هم. اسمع والله كثرة السبلات بتفيدك بس بنفس الوقت بتخسرك يعني، اذا كان سايكلك كثير زفت انسى تروح عليك، ما راح تموت الوجه صح؟ هل. طب ننزل عملاق، اقولك انسى. إذا معه نايت ويتش وبويزن خذ هاي، بالله نشوف ايش معه. تفضل. شو أنا حظي يا إخوان؟ بعدنا نقول حظي حلو، شوف مستنى ذي. أحسن خسرنا. هسا الجولدن نايت بده يشتغل، ولك شوف ملك الأبطال كلهم. طيب. العب شو هذا؟ جولدن نايت؟ شوف الخاصية يا إخوان، الخاصية جولدن نايت. إذا والله زلمة وك شوف شوف يخرب بيته بسرعة زاب، والله دافعنا. لا راح ينط الميجانات، والله الميجانات خلوش ينط خلوش ينط، لا والله حرام يا زلمة. بس والله اشتغل الجولدن نايت يعني، بقدرش نعمل عملنا اللي علينا. والله دافعت صح، بس الأزمة كثير قوية كانت، لو كان معي أسهم بدل الزاب كان الميجانات ما وصل، بس يلا بسيطة. والله لندمك يا زلمة، لا بمزح مع بويزن ودبل ويتش هذا وميجا نايت وميني بيكا والكترو وكشوفه. يا زمان اسف حقك علي والله. طب اسمع نعمل له طعم، نعمل له اغراءات، خليه ينزل البويزن. اذا والله اسطور بدي ارجع هجم له هسه. بسرعه 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 عملاق مقبره، خليه ينزل. ايوه بدي انزل جولدن نايت على الجسر بسرعه بسرعه يا اخوان. وكل الميجا نايت وكل انزل. طب عندي فكرة، نزلوا أرشر من هون، تستنى شوي هيك تستنى شوي. أيوة خاصية الجولدن نايت، شوف الجولدن نايت وك شوف الأسطورة يا إخوان. أيوة بترجع كل الكروت زي هيك حلو. بدي أرمي إحصار، رميت أسهم دقوا، بقول بدي نرجع الكروت ومنوب. طيب المشكلة زي ما إذا بنزل هسه عملاق معه ميني بيكا بالسايكل، فلا اسمع نرجع شوي من ورا لأنه الجيم والله بنغلط غلطة بتروح علينا. في ميجا نايت هسه يا حبيبي عملاق، لا إذن شو، لا شو خاصية أسهمه بسرعة، بس خلصنا الميجا نايت، الميجا نايت شيله أمه. أيوة كمان حد يزاب، والله كفو والله بنلعب صح قاعدين. إذن شو هذا، إذن قاعد بيصيد فيه ملاحظين؟ طب أقول لك شو بدي أعمل، خليه يصرف كرت هون على الجهة هاي، يصرف ايوه بسرعة بدي هجمله على الجهة الثانية. عملاق من هون مقبرة، يلا نزل من بيك كأنك زلمة ما معه اياه بالسايكل. ايوه خسر يا اخوان جولدن نايت، شوف الحركة هون، شوف الجولدن نايت يا اخوان، شوف شو بدنا نعمل بسرعة، اعصار زي هيك، واحد اثنين ثلاث خاصية جولدن نايت وكل روب، واحدة كمان واحدة يا زلمة والله وحش وكبلة، والله لعبناها صح يا زلمة ويا منوب. ولك الجولدن نايت للتاريخ، ولك مش طبيعي يا زلمه. خلص يا اخوان الفيديو جاب بدي ارجع له.
والله كثير بفيدنا يا زلمه. الجيم مسكر كان. طيب جولدن نايت ارشر من هون، نعمل خاصية بسرعة لانه هيك هيك معدوقة ما راح يوصل لانه بكون متدمج. ف حلو معه جوبلين جانج وباتس. طيب اكلنا. طب نعمل زاب عشان ارشر واحد يضرب كانه واحدة بس. اذا والله زلمة صح الارشر بنات برضو زلام يعني. طيب ولك العب حلو. بدي ننزل ويتش، ما بدي استخدم الاعصار هسه، نخليها للهجوم هسه ممكن تفيدنا. طيب بدي انزل له انا عملاق هسه هون. حلو بسرعة عملاق. ما راح نزل اكثر شيء من هيك، اكثر شيء من هيك ما راح نزل، خسرنا. اذا شو الميجا نايت هذا يا اخوان؟ لا خسرنا والله، غلطت، فكرت الميجا نايت مش ماسك الويتش خاصية. لا شو هذا، راح البرج يا اخوان، اسهم من هون بس نخلص شوي من هذول. راح البرج، شو هذا، خسرنا. الا اذا، الا اذا في رومنتادا، اذا ما معه بويزن يا اخوان راح ارجع. طب نرمي زابون بس نحافظ على البرج هذا. حلوين اذا ما انا كثير غلطت بهذا الجيم، الجيمات اللي قبل والله كان اللعب نظيف يا اخوان. إذا ملعب المشكلة ظل مع بطاقتين تقريبا ما صرفهم هذا، أو بطاقة مش عارف. إذا ملعب طيب أنا بدي ألعب، العب. طب والله أنا عرفت التشكيلة، بدي أهجم له على الجهة الثانية لعاد، بس بالله نسحب هذا لينزل ميجا نايت. أيوه حلو معه بس باس هسه كأنه صح؟ في ميجا نايت؟ لا. طيب بدي هجم له على الجهة الثانية بسرعة عملاق مقبرة، معه بات مطورين صار بسرعة بدنا اسهم. حلو بسرعة اسهم، خاصية الجولدن نايت. حلو حلو بسرعة الجولدن نايت راح يا اخوان، بسرعة 10 مطورين على الجسر. بدي اعمل له بريدكشن جوبلين جانج، بريدكشن جوبلين جانج يا اخوان. يلا واحد نزل روح اعصار. وقف يا اخوان ولك شو ها، بنص ثانية قلبنا ام الجيم كله. لا مش نص ثانية يعني، بس والله لعبناها صح. طب نهدي، خلي الميجا نايت نوصل على البرج عادي، نزل الويتش من هون، استنى شوي. واحد اثنين عشرة. طيب بعد خليها تشيل الارشر، خلص الجيم. اسمع والله لعبنا الجيم يا اخوان بطريقة خرندعية. شو وانا ملك الميجا نايت وانا ملك الكراكر. يا زلمة اسكت. قبل كل شيء يا اخوان خلونا نفتح الصندوق. يا زلمة والله يلا واحد اثنين ثلاثة وكلهم نفس الشيء. يا زلمة شو اعمل ولك، والله زهقنا يا اخوان. كل فيديو بقول مشكله، كل فيديو بقول بديش افتحه وبرجع بفتحه وبرجع بقول زهقت، يعني فيش حل. لازم شو اعمل، بس هذا الاشي ما بنسيك انه اللعب اليوم تاريخي. وشو لعبها اخوان؟ والله مسحت فيهم الاراضي يا زلمه. شوف هذا ميجا نايت بويزن ويتش نايت ويتش الكيترو وزاب وفزت عليه. مالكو هذا كراكر وبس مطورين، تشكيله بعرفها مباشره لما عرفت انا التشكيل اللي ببالي، بصراحه هجمت عليه وعملنا له دبل بريدكشن. لا مش دبل، المهم شفت البريدكشنات وكشو ها، والله ففجرنا يا زلمه ولك ملك الجولدن نايت يا اخوان. يا اخوان اسمع، التشكيل كثير نار، ما حدا يستخدمها بالمره. اي تشكيله فيها فور سبيل حلوه، هاي فور سبيل واجنبي اربع سبيلات عن جد يا اخوان انسوا الموضوع، مش كويس. اذا شفتوا بتقدرش تدافع، مرات بتكون ساكر كل السبيلات بين ايديك بتقدرش تعمل شيء. لا اوميجا نايت جاي لي وماينر، شو اعمل يا اخوان؟ لا بقول لك خمسه اسهل. اذا مسكت المهم يا اخوان، اذا بوصل هذا الفيديو 2000 لايك راح اعمل جزء ثاني خمس سبلات. يلا مش عارف بنشيل يا نايت ويتش او الجولد نايت او الارشر، مستحيل شيء المقبر يعني اصلا مي تعويذ يعني تتخوث. انا هبل، اشوفكم يا اخوان، سلام.